كثفت مصر تحركاتها الدولية خلال السنوات الأخيرة لحشد الدعم للقضية الصومالية وحث القوى الدولية للمساهمة في إعادة بناء المؤسسة الوطنية الصومالية نظرا للأهمية القصوى التي تشكلها الصومال ودورها في تعزيز الأمن القومي المصري إلى جانب ذلك عقدت لقاءات قمة متتالية بين القيادتين في مصر والصومال لبحث التعاون في المجالات المختلفة خاصة على الصعيد السياسية. علاقات متميزه تجمع مصر والصومال على كافه الاصعده والمجالات خاصه في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدوله المصريه لتحقيق الامن والاستقرار في الصومال مصر كثفت تحركاتها الدوليه خلال السنوات الاخيره لحج الدعم للقضيه الصوماليه وحث القوى الدوليه للمساهمه في اعاده بناء المؤسسات الوطنيه الصوماليه نظرا للاهميه القصوى للصومال في تعزيز الامن القومي المصري كما تشترك مصر في عضويه مجموعه الاتصال الدوليه المعنيه بمكافحه القرصنه قباله السواحل الصوماليه فضلا عن العديد من الزيارات المتبادله بين مسؤولي البلدين وهو الامر الذي يساهم بشكل كبير في تعزيز اطر التعاون بين مصر والصومال على كافه الاصعده. تقديرا واعتزازا من مصر لشقيقتها الصومال شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نيابه عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم تنصيب الرئيس العاشر لجمهوريه الصومال الفيدراليه الرئيس حسن شيخ محمود رئيس الصومال قام بدوره بزياره لمصر، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في اطار تعزيز التقدم المحرز في مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين، اضافه لتعزيز جهود التنميه الاقتصاديه في الصومال والتعاون في مجالات التعليم ومكافحه الارهاب والفكر المتطرف. مصر ابدت مؤخرا موقفا داعما للصومال في مواجهه التعدي على سيادتها من قبل اثيوبيا. عبر توقيع اديس ابابا اتفاقيه مع اقليم ارض الصومال الانفصالي التاييد والدعم المصري يكشف عن علاقات قويه تضرب بجذورها عبر عقود مضت كانت مصر دوما خلالها الشقيقه الكبرى للصومال والمساند لها في اصعب الظروف